يدي عليها جبيرة ولا أستطيع الوضوء بالماء، ولم أصلي لمدة يومين وأريد قضاء هذه الصلوات، هل يجوز أن أصلي عدة صلوات بتيمم واحد؟ السؤال الجواب يجوز أن يصلي عدة صلوات بتيمم واحد، والناس الآن يجمعون الظهر والعصر ويتيممون ويصلون، هذا ما فيه إشكال. لكن الإشكال عندنا في هذا السؤال أن الرجل جلس يومين عليه جبيرة وما صلى. لماذا يا إخوان؟ الصلاة ما دام عقلك موجود لا يجوز أن تتركها، ما دام عقل الإنسان موجود لا يجوز له أن يترك الصلاة. فحينئذ نقول لأخينا هذا أنت أخطأت في تأخيرك الصلاة، إلا إذا كان الإنسان عليه حادث وفي غيبوبة وكذا وفاته بعد يومين، هذا شأن آخر. نعم.